السلام عليكم جاتو أبناء الطلاب، إن شاء الله هنكمل محاضرات كلينيكال كيمستري. إحنا لسه ما زلنا في شابتر واحد الـ Hazards in the Laboratory. إحنا السلايد اللي قبل كده كنا اتكلمنا في السيفتي اكويبمنت، الأجهزة والأدوات اللي بتبقى مسؤولة عن الأمان ليك أنت في المعمل، ومش كده وبس، والأمان في المعمل يعني أنت بديلك حاجات ملموسة ليك تلبسها، زي اللبس اللي أنت بتلبسه الكلوزس أو الكلوز والأي بروتكشن، دول مهمين جدا، والجلافز اللي أنت بتلبسه. في نفس الوقت الأجهزة اللي حواليك لازم أنا أحميك منها، يعني مش بس إن التعامل مع المريض أحميك منه فقط، لا، وكمان الأجهزة اللي حواليك، لأن ممكن تكون أجهزة بتطلع إشعاع، ممكن تكون أجهزة مضرة بيك ومضرة بالبيئة، فلازم أحميك منها برضو. وفي نفس الوقت لازم أختار الجهاز برضو اللي جوه المعمل يكون آمن بالنسبة لك. يعني العملية دائرة لازم تصب في الاخر في ايه؟ في الامان ليك وللمعمل وللبيئه المحيطه بيك. في هازاردز برضه في اللابوراتوري لازم اخد بالي منها، في بيولوجيكال هازاردز، وطبعا احنا عارفين يعني ايه كلمه بيولوجيكال هازاردز، الحاجات اللي فيها احياء زي الفيروسز زي البكتيريا زي الفطريات، ده كله البيولوجيكال هازاردز ديت لازم احميك منها واخاف عليك احياء الدقيقه، سواء فيروس سواء بكتيريا سواء فانجاي اند اذرز. ومش بس الاحياء الدقيقه والباراسيتولوجيكال سبيسمن، كمان العينات الخاصه بالطفيليات برضه لازم احميك منها، يعني كله بيندرج تحت البيولوجيكال هازاردز. وفي نفس الوقت الكتريكال هازاردز، يعني انا لازم برضو بالنسبه للكهرباء الموجوده حواليك لازم يكون فيها مصدر امان، والكيميكالز اللي انت هتستعملها لازم يكون فيها مصدر امان، والفايرز هازاردز، افرض حريقه حصلت في المعمل اسيبك تموت، افرض لا قدر الله انت اتحرقت، كل الاشياء دي هازاردز موجوده حواليك. فالهازاردز في اللابوراتوري تعريفها hazardous substance is defined as material substance that possesses a physical or health hazard، يا اما حاجات طبيعيه ليها خطوره عليك وصحتك. والميجر كاتيجورايز اوف hazards انكلود البيولوجيكال hazards والالكتريكال hazards والكيميكال والفاير hazards، دول الميجرز hazards موجودين في المعمل. بكده يبقى احنا في الهازرز كده عند نهايتها، يبقى احنا خلصنا الشابتر الاولاني، خلصنا ايه الشابتر الاول، ماشي، اول شابتر اللي هو عنوانه ايه الشابتر الاولاني، البرنسبل اوف بيزك تكنولوجي اند اللابوراتوري سيفتي. يبقى البيزك تكنولوجي احنا ادينا فكره عنها نبذه، واللابوراتوري سيفتي ادينا نبذه عنها، ده الشابتر الاولاني، القواعد الاساسيه للشغل بتاعك اتكلمنا عنه، واللابوراتوري سيفتي اتكلمنا عنها وشامله الهازاردز اللي موجوده فين في المعمل. نخش بعد كده على شابتر 2 شابتر 2 بيتكلم على ايه؟ السبيسمن هاندلنج اند بروسيسنج. ازاي سعادتك وانت موجود في المستشفى وعلى وجه الخصوص في المعمل هتتعامل مع العينات، يا اما العينات اللي انت بتسحبها، يعني المريض اللي جاي لك من بره او البيشنت كلينيك،
جاي لك من العيادات الخارجية، متحول لك من العيادة الخارجية. خلي بالك انا بتكلم على المستشفى، مش بتكلم على الايه، على المعمل الخارجي. المعمل الخارجي ليه نظام والمعمل المستشفى ليه نظام. المعمل الخارجي ده مريض جاي لك، لو انت عندك معمل خارجي او شايف معمل خارجي، ده مريض جاي لك من بره معاه روشته وعايز النصيحه اللي هتعملها له وتتعامل معاه ازاي. المعمل اللي داخل المستشفى ده يا اما مريض متحول لك بتقرير طبي لعمل تحويل من العيادات الخارجيه او البيشنت كلينك، او المريض دوت محجوز داخل المستشفى في الاقسام المختلفه، سواء اسم البطنه، الجراحه، النساء، وهكذا، او عينه جايه لك من الاوبريتنج سيتر، غرفه العمليات، او عينات جايه لك من العنايه المركزه الاي سي يو، سواء عينات مركزه عاديه او عينات مركزه خاصه بامراض القلب. انت هتتعامل مع المنظومه دي ازاي، او العينات اللي جايه لك ازاي. فعشان كده مهم جدا السبيسمن هاندلنج اند بروسيسنج، ازاي تتعامل معاها وازاي كمان تحللها. الجزئيه دي يا ريت تكتب ورايا ثلاث عناوين رئيسيه في هذه النقطه. لما احنا نيجي نتكلم على سبيسمن هاندلنج اند بروسيسنج، تكتب لي ثلاث مراحل، تاخد كده تشط، تجيب الكتاب بتاعك، الكراسه بتاعك، الكشكول بتاعك، وتسطر بالطول ثلاث شرايح. الشريحه الاولى بري اناليتيكال ستيج، مرحله ما قبل التحليل، اجراء التحليل. لسه انت مش هتستعمل اجهزه ولا هتشتغل، فبالتالي لسه انت ما عملتش التحليل، اسمها بري اناليتيكال ستيج، اللي هي بنسميها المدخلات. في الشريحه الثانيه بتكتب الخانه الثانيه، ثلاث خانات، بتكتب البروسيسنج، ازاي انت هتعمل التحليل، يعني انت هتعمل هنا نشاط، يعني هتشتغل. الخانه الثالثه بوست اناليتيكال ستيج، بعد ما خلصت شغلك وعملت التحليل هتعمل ايه. يبقى الثلاث مراحل بتاع التحليل اللي بيمر بيها بري اناليتيكال ستيج، اناليتيكال ستيج مرحله التحليل اللي هي البروسيسنج، بوست اناليتيكال ستيج مرحله ما بعد اجراء التحليل. خلاص. المرحله الاولى اللي هي اول حاجه فيها بيشنت ايدنتيفيكيشن، التسجيل، مرحله التسجيل. هتسجل المريض عندك، سواء تسجيل على الكمبيوتر او تسجيل ورقي، ما في اماكن كتير ما فيش فيها كمبيوترات، ما فيش فيها حاسب آلي، ما اشتغلش، لا اشتغل، يبقى عندي دفاتر، دفاتر العهده بتاعتك. هتعمل البيشنت ايدنتيفيكيشن، اعرف المريض دوت، اعرف عنه ايه. شوف الكلمه دي بيقول لك بيفور اني سبيسمن از كولكتد ذا فيلوبوتوميست ماست كونفيرم ذا ايدنتيفاي اوف ذا بيشنت تو اور 3 تايمز، 3 ايتمز اوف ايدنتيفيكيشن شود بي يوزد ان كولون. ثلاث حاجات في الايدنتيفيكيشن لازم تعرفهم، بس احنا عندنا اكتر من كذا حاجه هنضيفها هنا. فالبيشنت ايدنتيفيكيشن اول حاجه بتبدا لي بالنيم، بالاسم، اسمك ايه؟ هتقول لي اسم احمد، اسم احمد، احمد ايه؟ احمد محمد. لو انت كتبت احمد او كتبت احمد محمد بس اتنين غلط. امال الاسم الصحي الثلاثي احمد محمد عبد الواحد مثلا، ده مثلا، يبقى لازم الاسم يكون ثلاثي. ميديكال ريكورد، الرقم اللي موجود في التذكره بتاعته، لو ما عندوش رقم في التذكره انت بتدي له ريكورد، بتدي له رقم، ترقم العينات. الديت اوف بيرث طبعا، ما هو لازم الديت اوف بيرث. لا الله، طب ليه؟ عشان اعرف ده نيونيت، حديث الولاده، ولا انفنت، يعني عدت على ولادته شهر في مرحله الطفوله، ولا تشايلد، فتره الايام من سنه لحد 14 سنه، او ادلت. ما هو كل عمر من دول، او جيرياتريك، شيخوخه، كل عمر من دول ليه نورمال، ليه نورمال، ليه ارقام.
طبيعيه، فبالتالي لازم اعرف الجزئيه دي. سوشيال سيكيورتي نمبر، الرقم بتاعه اللي هو الاي دي اللي هو سوشيال، رقم البطاقه الشخصيه بتاعته، ما فيهوش يبقى راكب الباسبور، يبقى اديته يبقى اسمه والرقم بتاعك اللي هو هيخش بيه عندك في التحليل ماشي، وفي نفس الوقت رقم البطاقه الشخصيه والادريس اف ذا بيشنت از ان اوت بيشنت، وعنوانه ساكن فين. ليه؟ لان في بعض التحاليل ممكن ابعت لك التحليل بتاعك على عنوانك، تفتح كده على النت تلاقي التحليل بتاعك. طب وانت في المستشفى عنوانك جوه المستشفى، عنوانك في المستشفى من جوه اسم البطنه اسم الجراحه اسم النساء، ده عنوانك داخل المستشفى، لكن عنوانك بره ده عنوان الشخص اللي انت ساكن فيه. فالسبيسمن هاندلنج اند بروسيسنج اول حاجه البيشنت ايدنتيفيكيشن، خلاص. دخلنا في النقطة اللي هي بقى ايه؟ إضافة نشاط. إضافة نشاط يعني ايه بقى؟ بعد ما سجلتك هتاخد ورقك وتروح المعمل. لما تروح المعمل ده أول نشاط هيقابلنا. ده أول نشاط هيقابلنا بقى. إيه هو؟ هاخد منك العينة. يبقى اسمها ايه؟ التايب أوف سبيسمن، النوع العينة. النبس السطر دوت بيقولها لك، يعني ترجم لك ايه يعني؟ يعني تايبز اوف بيولوجيكال سبيسمنز ذات ار انالايزد ان ذا كلينيكال لابوراتوري، يعني نوع العينه اللي هتتاخد جوه المعمل. اول حاجه في العينات هل هو هول بلاد دم كامل ولا سيرم ولا بلازما ولا يورين ولا ستول ولا سلايفا ولا اذر بودي فلويد ساتش از سباينال فلويد سينوفيال امنيوتيك بليورال بريكارديال اسيتيك فلويد سيلز اند فيريس تايب اوف سوليد تيشو. هل هي عينات سائله ولا عينات جامده متجمده؟ كل دي انواع العينات اللي تقابلك، دم سيرم هول بلاد سيرم بلازما يورين ستول سلايفا اذر بودي فلويد، بودي فلويد زي سباينال في سيبرو سباينال في سي اس اف سينوفيان يعني السائل اللي بيبقى في الركب او المفاصل امنيوتيك السائل اللي حوالين البيبي ولا باليورال حوالين الغشاء في الغشاء البليورال حوالين الرئه ولا البريكارديال السائل اللي حوالين القلب الغشاء الطامور ولا اسيتيك مريض عنده استسقاء في البطن يعني تجمع في البطن في الغشاء البريتوني ماشي ولا سيلز خلايا انا خلايا جيالي يعني نسيج متاخد في غرفة العمليات او من عيادة الجراحة او عيادة النساء ومبعوت لعينة نسيجية هيستوباثولوجي هيستوباثولوجيكال سبيسمن عينة نسيجية فدي هتتحلل انسجة يبقى اذا انت كراجل مسؤول ليك شغل تحدد فيه العينة اللي موجودة ديت هتتراح فين نوع فدي اسمها تايب اوف سبيسمن تحليل دوت صورة دم ولا كيمياء ولا اي حاجة طيب خلاص يبقى احنا ده التايب 2 يبقى شابتر 2 سبيسمن هاندلنج اند بروسيسنج فيها البيشنت ايدنتيفيكيشن وفي نوع العينة ماشي تمام انا اختصرت الشابتر 2 كتير في حاجات كتير العينه هتاخدها على ايه على ايديتا ولا ستريت ولا الكلام ده سايبه لك انت تقراه انا بقى عايز الحق اخش في السبيشيا ده كله مقدمه في الكلينيكال كيمستري المفترض تبقى انت عارفها واخدتها في سنه اولى او في الترم الاول الترم الثاني انا عايز اخش على السبيشيا على طول بس لازم اعمل لك كم محاضره كده علشان تعيش معايا الكلينيكال تعيش معايا الكيمياء الطبيه الكلينيكيه شابتر 3 ده بيتكلم على ايه؟ كواليتي كنترول بروسيدور ان كلينيكال كيمستري لابوراتوري. بيتكلم على الجوده. جوده التحاليل كواليتي كنترول. في عندنا انترنال كواليتي كنترول
بكل مفاهيمها، واكسترنال كواليتي كنترول بكل فاهمها. ده موضوع كبير وشرح كبير، لو اتكلمنا فيه يبقى مش هنخلص. ولذلك تبقى انت لازم تكون دارس يعني ايه انترنال كواليتي كنترول، يعني ايه اكسترنال، يعني ايه كواليتي تعرفها، يعني ايه بريسيجن تعرفها، يعني ايه ريديوسيبيليتي يعني تعرفها، وهكذا اند سو اون. في اناليتيكال ايرورز، في ايرور بتحصل في المعمل، في ايرور، يا اما الايرور ديت في البري اناليتيكال ستيج مرحله ما قبل اجراء التحليل، او الاناليتيكال ستيج او بوست اناليتيكال ستيج، ثلاث مراحل، يا الاولى يا الثانيه يا الثالثه. الكوزز بتاع الانتكال ايرور، في انكالبريتد بيبتايدز بيبتس ممكن تشتغل ساعتك بقى، ممكن ده بقى اللي اسمها ايه بقى الاناليتيكال ايرور بروسيسنج اثناء الشغل. انكالبريتد بيبتس مصه اوتوماتيكيه السوسته بتاعتها مش مظبوطه، تيجي تسحب الكميه مش مصحوبه كويس، سعادتك تروح تعمل ايه؟ كبر مخك، تاخد السيرم او تاخد البلازما وتحط في المحلول، تطلع النتيجه غلط. يجي المريض بعد كده نتيجته غلط، او الدكتور يقول لك النتيجه دي مش صح. ليه؟ لانك انت ما عملتش معايير الاوتوماتيك بيبتس، مفيش صيانه وقائيه ولا صيانه دوريه على الحاجه اللي عندك. مفيش جدول للصيانه، ما انتش عامل كواليتي كنترول. ما كواليتي كنترول بس على الايجنت، على السبيس، بس السحب البري يعني انت كريستيش كواليتي كنترول، البروسيسنج ستيج كواليتي كنترول، اوت بوش انت كلين البوست دايركت كانت كواليتي كنترول، ديفكت ان ان رياكشن تمبريتشر، تايمنج ديفكت، خدت عينه غلط في وقت مش مناسب. ازاي؟ اديني فكره، اخدت عينه عشان تحللها مش مناسب. انت عارف الفيدال تيست، اختبار الفيدال بتاع الحمى التيفوديه، لو اخدت العينه في اول اسبوع غير لما تاخد العينه في ثاني اسبوع. كتير قوي يجي لك في اوضه العمليات كده اهو، في قصدي في المعمل، يجي لك ريبورت كده في اول اسبوع للفيدال، يقول لك فيدال تيست في التيفويد، في حمى التيفويد، يقول لك فيدال تيست في اول اسبوع، تعمله يطلع نيجاتيف، يروح للدكتور، الدكتور يقول لك التحليل ده غلط. ابدا، ما صح، انا لو عملت الفيدال في اول اسبوع يطلع سلبي، لان الانتي بودز بتتكون بعد 10 ايام. طب امال اعمل في اول اسبوع ايه؟ اعمل في اول اسبوع بلاد كلشر، مزرعه دم، يطلع الميكروب لو كان في تيفويد. ولذلك يبقى التايم بتاع العينه لازم يكون صح، اخد العينه في الوقت المناسب. وكيميائيا تحليل الكلينيكال كيمستري، في فرق ان انا اخد الصبح العينه انتي ميريديان او اخدها بوست ميريديان. معايا؟ الانتي ميريديان شيء والبوست ميريديان شيء. زي في حاله الكورتيزول، زي في حاله الدراجز الديباكين. التايم مهم جدا في ظبط العينه وفي التحليل بتاعها، ماشي؟ وديفكت ان ذا ميجرنج سيستم، طبعا الاجهزه اي كلام، سبكتروفوتومتر خربان، ما فيش فيه صيانه، الكوفيت بتاعته مش مظبوطه، الاضاءه اللمبه بتاعته انتهت، ده كله يعمل لك ايرور. ده اسمه راند ان كاليبريتد بيبت ديفكت ان ذا ريكشن تمبريتشر، تايمنج ديفكت، ميكسنج ديفكت، ديفكت ان ميجرنج سيستم، زي السبكتروفوتومتر، السبكتروفوتومتر مش معاير لللمبه بتاعته، اللامبس مش معاير للكوفيت بتاعته. كل ده ال 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 المكان بتاع الاسبيريشن بتاع الفلويد، كل ده يعمل لك ايرور، ماشي؟ شابتر 4 الانسترومنتيشن. انا هنا جايب لك العنوان فقط لا غير. ليه؟ اصل انت الانسترومنتال ديفايس خدتها عندي في سنه، في الترم الاول. شرحت لك السبكتروفوتومتر، وشرحت لك الكروماتوجراف، وشرحت لك الالكتروفريسس، فبالتالي كل دوت نبذه عن الانسترومنتيشن انا بشرحها لك هنا. سيبو 4، انظر سابقا. انظر سابقا كتاب الانسترومنتيشن. الانسترومنتال ديفايس، الاجهزه والمعدات اللي اتشرحت. يبقى الشابتر ده انا بقول لك بس العنوان، وانت روح ذاكر او اقرا الحاجات دي، راجعها بس مجرد مراجعه. لان انا عايز اخش فيما هو مهم. ايه هو المهم بقى؟ لابوراتوري بروسيدجرز ان كلينيكال كيمستري.
هنا الخاص بقى، الكيمياء هنا الإكلينيكية الخاصة بقى، هنخش في الشغل الرئيسي اللي هو إزاي نعمل تحاليل البروسيسنج، مرحلة البروسيسنج، الشغل، الطبيخ، هتطبخ. المرحلة الأولى أنت لسه بتحضر المواد عشان تطبخها، أنت بقى هتطبخ. يعني إيه طبختنا إحنا؟ إحنا بنطبخ تحاليل طبية. بنطلع، هندخل عينات نحطها في وسط محاليل وأجهزة تطلع لي في الآخر نتائج، النتائج دي بنسلمها تروح للطبيب المعالج، الطبيب المعالج يكتب العلاج، المريض يخف. فسدت هذه المنصوبة، الله يرحم المريض. ونقف لحد شابتر 5 ونكمل المحاضرة الجاية.